بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعداد، إن شاء الله النهاردة معانا باراجراف مهم جدا، وهو من باراجرافات المنهج أو من كتاب الورك بوك الأكتيفيتي. باراجراف عن leisure and sports facilities in your town. leisure and sports facilities in your town يعني مرافق الترفيه والرياضة في بلدك. leisure and sports facilities in your town. طبعا لو انا جيت اكتب الباراجراف ده هكتبه عن المدينة بتاعتي، يعني اشوف مدينتي ايه اهم الاشياء او الاماكن الرياضية او الترفيهية اللي بتتمتع بيها المدينة اللي انا بسكن فيها. يعني لو انا عايش في دمياط بتكلم عن مدينة دمياط او اهم الاماكن الترفيهية والرياضية الموجودة في دمياط. لو انا بتكلم عن مدينة القاهرة هتكلم عن الاندية المشهورة في القاهرة، الاماكن الحدائق الزو الباركس اللي فيها اماكن ترفيه ممكن نستمتع فيها او نستمتع بها في بلدنا او في مدينتنا. تعالوا مع بعض نشوف كده الباراجراف اللي معانا. how to do like this، ازاي هنعمل زيه. مثلا لو انا بتكلم عن leisure and sports facilities in your town اللي هي my town او مدينتي دمياط. in the following lines I will talk about leisure and sports facilities in my town. زي ما احنا عارفين او متعودين دايما بنكتب العنوان بتاعنا التايتل بعد كلمة talk about، وبعدين هنبدأ نتكلم عن الموضوع. يبقى أنا كتبت السطر المقدمة اللي هحطه في موضوعي. In the following lines I will talk about leisure and sports facilities in my town. I am a student يعني أنا طالب. I live in دمياط، أنا بعيش في مدينة دمياط. It's great and beautiful. It's great and beautiful يعني هي جميلة وعظيمة. We have a lot of leisure and sports facilities in my town. We have a lot of leisure and sports facilities in my town. We have a lot of يعني لدينا الكثير of leisure and sports facilities من مرافق الترفيه والرياضة in my town في مدينتي. We have a lot of beaches in Ras Al Bar، عندنا شواطئ كتيرة في Ras Al Bar. We can spend the summer holiday there. We can spend the summer holiday there. ممكن نقضي الأجازة الصيفية هناك. We can spend. We can spend the summer holiday there. يعني إحنا ممكننا قضاء الأجازة الصيفية there يعني في الشواطئ. We can swim and enjoy the beautiful view of the sea at night. We can swim. طبعا بنروح راس البر. We can swim يعني بنقدر نستطيع إن إحنا نسبح. And enjoy the beautiful view ونستمتع بالمنظر الجميل of the sea للبحر at night في الليل. We have دمياط بارك، عندنا برضو دمياط بارك يعني حديقة دمياط. We can enjoy our time there. We can enjoy. We can enjoy يعني يمكن ان احنا نستمتع our time there بأوقاتنا هناك. We can enjoy our time there. We have دمياط بارك، عندنا ميناء دمياط. We have دمياط بورت يعني عندنا ميناء دمياط. We can go there and enjoy seeing the ships in the sea. We can go there. ممكن نروح هناك and enjoy ونستمتع seeing the ships برؤية السفن in the sea في البحر. Also we have دمياط sports club. Also يعني أيضا. We have دمياط sports club، عندنا نادي دمياط الرياضي. We can play football and tennis there. We can do ممكن أقول we can do a lot of sports there. ممكن أقول بدل ما نكتب دي ممكن نقول we can do a lot of sports there. We can do a lot of sports there يعني نمارس فيه ألعاب رياضية كتيرة. We can do a lot of sports there يعني محددناش لعبة معينة، ممكن نمارس فيه أنواع ألعاب مختلفة. يبقى عشان كده
عملناها جامعة أو شاملة للألعاب. We can do a lot of sports there. Really, my town has a lot of leisure and sports facilities. Really, يعني حقا. My town, مدينتي, has a lot of, لديها الكثير of leisure and sports facilities, مرافق الترفيه والرياضة. Why don't you come and live in Damietta? وفي النهاية بوجه دعوة للي هيقرأ الباراجراف بتاعي. Why don't you come, ليه ما تجيش, and live in Damietta, وتعيش في مدينة دمياط. طبعا الباراجراف زي ما احنا شايفين بسيط جدا وسهل، ولو جينا نعد كلماته فهنجد ان الكلمات بتاعته اكتر من المطلوب. يعني انا مطلوب مني 110 كلمة، انا معايا 133 كلمة. يعني لو انا استغنيت عن جملة او اتنين واجد فيهم صعوبة في ان احفظهم، فطبعا هنا لو انا استغنيت عن الجملة او الاتنين ما يأثرش الباراجراف بتاعي، او الباراجراف بتاعي مش هيتأثر. يبقى مرة تانية الباراجراف. طبعا وانا بكتب الباراجراف براعي how to write a paragraph، ازاي نكتب الباراجراف صح. اول حاجة عندنا sentence number one، الجملة الاولى، بسيب مسافة كلمة في بداية الجملة الاولى، وبعدين بنبدأ بحرف كابيتال، بنبدأ الجملة بتاعتي بحرف كابيتال، وفي النهاية بنحط فلو ستوب. طب الجملة الأولى أيضا بتكون مشتملة على التوبيك اللي أنا بتكلم عنه، يعني الموضوع بتاعي. أنا بتكلم عن leisure and sports facilities in my town، طبعا يور بتتحول لماي، في مدينتي. فهنروح كاتبين نقول in the following lines، في السطور التالية I will talk، أنا هتكلم about leisure and sports facilities in my town. عرفت اللي هيقرأ الباراجراف بتاعي انا هتكلم عن ايه، وبدأت اكتب جمل سهلة جدا عن الموضوع، وبتصف الموضوع بطريقة بسيطة وسهلة. وياريت نكتب جمل يعني قصيرة وليست طويلة عشان ما نقعش في اخطاء الجرامر والسبرينج. تعالوا مع بعض مرة تانية نشوف الباراجراف اللي معانا. I want all of you، عايزكم كلكم، repeat after me، يعني ترددوا ورايا. In the following lines I will talk about leisure and sports facilities in my town. In the following lines I will talk about leisure and sports facilities in my town. I am a student. I am a student. I live in Damietta. I am a student. I live in Damietta. It's great and beautiful. It's great and beautiful. It's great and beautiful. We have a lot of leisure and sports facilities in my town. We have a lot of leisure and sports facilities in my town. We have a lot of beaches in Russell Bar. We have a lot of beaches in Russell Bar. We can spend the summer holiday there. We can spend the summer holiday there. We can swim and enjoy the beautiful view of the sea at night. We can swim and enjoy the beautiful view of the sea at night. We have Damietta Park. We have Damietta Park. We can enjoy our time there. We can enjoy our time there. We have Damietta Port. We have Damietta Port. We can go there and enjoy seeing the ships in the sea. We can go there and enjoy seeing the ships in the sea. Also, we have Damietta Sports Club. Also, we have Damietta Sports Club. Also, we have Damietta Sports Club. We can do a lot of sports there. We can do a lot of sports there. Really, my town has a lot of leisure and sports facilities. Really, يعني حقا، my town مدينتي has بتمتلك a lot of leisure and sports facilities. Why don't you come and live in Damietta? Why don't you come and live in Damietta?
ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من الباراجراف. ياريت الباراجراف يكون سهل جدا وبسيط وكلنا نقدر نحفظه بسهولة، ونتكلم عن المعالم أو الأماكن اللي بتشتهر بيها كل مدينة من المدن اللي احنا بنسكن فيها. مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.